السلام عليكم، معكم صندوق الاميرات، صندوق مركب تجاري الاميرات. الحمد لله رجعنا للميادين ديالنا التجاريه والامور دازت بسلام الحمد لله. عقمنا القصريه ديالنا، عقمنا الداخل والخارج، الزبناء ديالنا والتجار فرضنا عليهم في الدخول ما يدخلوش الا ما دايرينش الكمامه، الا ما عقموش يديهم الحراره يعقموا الرجلين ديالهم باش الامور تكون مزيانه الحمد لله. وداك الشيء اللي ما لقيناش الصعوبه، هذا هو الفضل من عند الله سبحانه وتعالى، هو اننا داك الشيء اللي كنا ناويين واللي كنا بغيناه هو اللي لقيناه. تجاوبنا مع الناس لقينا واحد الاجابه مزيانه، الناس تفهموا الوضع، عجبهم الحال، الحمد لله الاقبال كاين، الناس جاوا بكثافه، واخا ما كايناش التجاره الحمد لله الناس جاوا المركب مرتاحين مطمئنين لان داك الشيء اللي بغاو لقاوه ومرتاحين. كنسولوا الناس كيقول لك اسيدي الحمد لله الشيء اللي درتو راه بادره طيبه، وفرضنا على المحلات هما يديروا التعقيم ديالهم، يديروا الوقايه، مسافات الامان، الطواليت ديالنا درناهم خاصين كيخصوا الناس ديال السوق، الناس اللي من برا ما يدخلوش، المسجد ديالنا مسدود كما هو، عندنا امر بان المسجد ما يتحلش، باقي المسجد مسدود ما يتحلش حتى يجينا امر من السلطات، والحمد لله راه كل شيء بخير وعلى خير والله يوفق الجميع. كما كتشوفوا الحمد لله حنا قبل ملي كانت الجائحه في البدايه ديالها سدينا المحلات ديالنا، راه ما قال لنا حتى شي واحد سدوا المحلات ديالكم وسدينا المحلات ديالنا، علاش؟ السلامه ديال التجار والسلامه ديال الزبناء ديالنا. والحمد لله الناس راه باش نقول لك راه الناس كيعانيوا هذه 3 شهور والانسان كاين واحد العير مع المصروف ديالو، عندنا اللي كاري المحل ديالو الله يكون في العون، عنده السومه الكرائيه غاليه شويه، والناس المدرسه والمعيشه، الناس الله صعيب الوقت كيتكافوا غير مع المعيشه، ولكن الناس راه عانوا الحمد لله، ولكن ما عندنا ما نديروا، حنا سدينا المحلات ديالنا واخا دابا راه واخا حلينا راه ما كاينش ديك التجاره، لان اول حاجه بعدا الناس ما عندهمش قدره شرائيه باش غيشريوا الذهب، علاش؟ لان الذهب دابا غالي، وثانيا الناس مضارب غير مع المعيشه ديالو، الا كان غادي باش خصو يضرب باش ياكل ويشرب كيفاش غادي يجي يشري الذهب؟ ونطلبوا الله، الله يكون في العون ديال الجميع وصافي، والله يكون في عوننا حتى حنا، لان كنعانيو راه 3 شهور حنا كنعانيو، كتخرج المصروف كتخلص انا المدارس دابا عاد لاقين معاهم مشكل، لان المدارس دابا كيقول لك خلصونا، انا الناس ما خداميش كيفاش غنخلصوا المدارس؟ كيفاش هاد الناس اللي كاريين المحلات كيستشروا مع حنا كمسؤولين في السوق كسانديك، انا والاصدقاء ديالي كيجوا عندنا الناس اللي كاريين المحلات، كيفاش غنديروا مع دوك الناس اللي كرينا عندهم المحلات وحنا ما خدامينش؟ قلنا لهم ان شاء الله غادي يكون خير، لان ملي غادي نساليو ونفتحوا وترجع المياه المجاريها كما دابا الحمد لله الامور رجعت مزيانه، غادي نجلسوا مع دوك الناس ونشوفوا لهم حل واللي يرضي الجميع، ويكون الله يوفق الجميع والله يسهل على الجميع ونتمنوا خير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.